في سورة قاف ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ويحكي لنا تاريخ منهم أصحاب الرس دول. دول كانوا قوم بيعبدوا شجرة زرعها يافث ابن سيدنا نوح، وكعادة الشيطان في تدرج الخطأ مع الناس فضلوا يعظموا الشجرة دي اللي زرعها ابن النبي لغاية ما عبدوها. وكان جنب هذه الشجرة عين ماء كده، فاستنبطوا بعقولهم إن العين دي هي غذاء الإله، فمنعوا الحيوانات أو الطيور أو حتى إنسان عطشان من الشرب منها، لدرجة إن في واحد عطش وشرب من هذه العين فقتلوه. فأرسل ليهم رب العالمين نبي يدعوهم للتوحيد والرحمة بالخلق، فأذوا هذا النبي وحاولوا يقتلوه فنزل عليهم العذاب. لو فكرت في القصة دي هتلاقي إن لا إكراها في الدين، لكن زي ما سيدنا عمر قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. منتهى القسوة امتلاك المية اللي بتغيث الملهوف ثم البخل بيها والاستهانة باحتياجات الناس. هذا عكس الإنسانية اللي ربنا أرادها من خلفته في الأرض الإنسان. يا أخي، ده حتى الوحوش الأسود بتترك بقايا الفريسة للنسور والحيوانات الضعيفة، والجنة هي مكان الرحماء وأصحاب العطاء. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي، لما واحد توفي فواحد قال: هنيئا له الجنة، فقال النبي: وما يدريك، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. كأن سيدنا النبي بيقول إن البخل بالشيء اللي ما ينقصكش ليس من صفات أهل الجنة. يعني يوصلني إن في واحد بيتكتك من البرد وأنا عندي جاكت ممكن أتبرع بيه ومش هينقصني حاجة عندي غيره كتير، لكني حابب أشوفه كده في الدولاب كده إيه زينة جنب الجاكتات الكتير دي، أسوأ ربنا ما يحبهاش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من الثلاثة دول ورجل منع فضل ماء، عنده مية كتير في حاجات زيادة منها فاضل يعني، ورجل منع فضل ماء، فيقول رب العالمين له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. المية اللي في البير دي ربنا اللي عاملها، بتمنع ناس يشربوا ليه؟ في إشارة واضحة: يا من تريد الشبع من فضل الله شبع غيرك من فضل ربنا عليك. لأن الله في حكمته في توزيع الرزق خلى أرزاق ناس وفك كربهم عن طريق إيدك أنت. كان ممكن يرزقهم من غير واسطة، لكن ربنا أراد أن يكرمك ويعلي مقامك أن عطاءه يوصل عن طريق إيديك. فلو بالقسوة والبخل الواحد وقف في طريق عطاء ربنا، كانت النتيجة كما قالها صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها في أيدي قوم آخرين. وكأن ربنا بيقول لك: جزء من الرزق اللي في إيديك ده عشان غيرك، فما تبخلش. قارن الكلام ده الشخص البخيل بشيء ما ينقصوش في حاجة بحديث سقيا الكلب لما سقته المرأة البغية الزانية فغفر الله لها كل الكبائر اللي في حياتها. أنت مدين لرب العالمين سبحانه وتعالى بإكرام المحتاجين بجزء مما لا ينقصك. ويا سلام بقى لو واحد ضحى بحاجة حتى كمان تأثر عليه فيفضل غيره على نفسه، دي قمة العطاء النبوي. لدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا أن أنا مدين بالشكر لربنا عن صحتي وأعضائي يوميا. قالك: طب تطلع الصدقة دي إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقال يا رسول الله أحد الصحابة: أرأيت إن لم يجد، ما عندوش حاجة يطلعها؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أفرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يأمر بالخير والعدل. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. يعمل أي حاجة فيها عون للناس حتى أنه يحبس شره عنهم. فالإنسانية والرحمة والعطاء وحجز شر النفس عن الخلق مقصود عظيم من وجود الإنسان في هذه الدنيا، بل من وجود النعمة في إيدينا ومن شكر ربنا سبحانه وتعالى. الشكر ده بيستجلب المزيد من شكر ربنا سبحانه وتعالى إن احنا ندوق غيرنا من الخير اللي ربنا سايبه في إيدينا. فاللهم يا رب أجري أرزاق العباد على أيدينا، واجعلنا عونا للمحتاج على أن يشكرك ويؤمن بكرمك وفضلك يا رب.